هي فين؟ الشنطة فوق في الدولاب. الشنطة؟ الشنطة في طنطا يا اخويا. مها اللي نزلت معاك من المستشفى. قطعت مها وقطعت سيرتها. صدق بقى انا قطعت علاقتي بيها خالص عشان انت ترتاح يا عم. انت بتتكلم جد يا ماهر؟ اه. تصدق وتؤمن بالله يا ماهر؟ لا اله الا الله. انت ربنا بيحبك. البت بقى دي فقرية. اه دي ناس فقرية قوي يا عم، اذا كانت هي ولا جوز امها ولا امها. ده عالم واطية هي وجوز امها. تصدق يا ماهر؟ ايه؟ أنا قلبي فتح لك، كل ما تسيبها الحب يزيد أكتر. الله يكرمك، بمناسبة الحب ده بقى أنا عايزك في مصلحة. فيها فلوس؟ آه مش أي فلوس، شايف دول؟ أكتر منهم مرتين. أنا تحت أمرك. العين دي؟ العين دي. أيوة جاي. احلى شاي تقيل يرد على تقيل واحلى قهوه ما انا اي خدمه. ده انا سيدي المعلمين. بقول لك يا بدوي، امورنا معاك ده عندي بس كده عينيا، واي حاجه الاستاذ ماهر يعوزها انا تحت امره. اوامرك. هات عصير بس كده واحلى عصير الاستاذ ماهر. بص بقى يا معلم، انت طول ما انت في المنطقه انا مطمن وحاسس ان في دكر حامي حمى المنطقه، مفيش اي حد يقدر يهوب هنا طول ما انت هنا. بص يا ماهر، هقول لك كل حاجه صراحه. اه طول ما انت بعيد عمها انا تحت امرك، واعتبرني الفتوه بتاعك. حبيبي يا معلم، حبيبي. قول لي بقى يا معلم، الرجوله ايه؟ الرجوله جدعانه وقلب. قلب صح؟ يعني مش كبد وقوانص مش كده؟ ومصارين البطن بتتخانق. خناقه مع مين يا ماهر؟ الخناقه مع مين؟ هقول لك انا بقى، في واحد بقى مضايقني قوي 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 وعايز افش غل فيه. عمل ايه ده؟ عمل ايه؟ تخيل بقى واحد عامل نفسه ذكر والراجل على اتنين حريم، يبقى راجل أمارة. شفت بقى، اديك قلتها، يبقى أمارة. ومسك البت يعني كسر لها دراعها. نكسر له دراعين؟ لا انا ما باخدش حقي بدراعي زيك، انا باخد حقي بالقانون. انا بقى عملت له محضر وهيتحبس ان شاء الله، بس قبل ما يتحبس انا هشوفه. عايز بقى كده كلمتين حلوين فيهم الشفا يفش غل فيه. اقول له ايه؟ فش غل فيه. اه اول ما تقابله وانا وراك بتخاف. اه قول له انت أمارة. انت مارة. انت ناقص. انت ناقص. انت زبالة في سوق الرجالة. انت خرنج ياض. حلوين دول، تصدق حلوين على بعض كده. اقول قول وسمعني. انت مارة. تمام. انت ناقص. تمام. انت زبالة فين؟ احفظ. زبالة في سوق الرجالة. انت زبالة في سوق الرجالة. انت مالكش اي عازة اصلا. انت خرنج عشان تضرب البت ماها وامها. قصدك مين يا عم؟ قصدي انت يا طلبه. ماشي يا ابن ناديه، وحياه امي لوريك يا ابن ناديه. يا بتنجان في سوق النسوان. الله يخرب بيتك يا ابن ناديه. بكيف فزرت ليه يا خرج يا ليت الرجاله؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ ابعد عني يا وليه يا منحنحه. ولولو عليك بدري يا بعيد. بس 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 بالراحه. راحت ايه راحه؟ انا ما بضربش النسوان. اديله جامد. انا ما بضربش النسوان. ايوه قلتهم كمان.